أسماء الرناني في الموسم الحالي صراحة شوط جدا صعب، شوط جدا قوي غامض كذلك. كاتري جرامر أتوقع بأفضل أحواله مرة أول، إحنا مر أمامنا في الصورة الله يبارك فيه، أعتقد هو الاسم الأخطر، واعتقادي قد يتكرر المشهد اللي شفناه الموسم الماضي بوجود كاتري وإبليمروك في مقدمة السباق. شوط جدا كبير يضم نخبة جياد العالم القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والقادمة من اليابان والقادمة أيضا من المملكة